كثير صباح الخير. فالحكاية وما فيها اليوم تاكسيستية وأولياء في غرومبيليا لاحظوا لي صغارهم يهزوا في القطاطس وما يعرفوش وين يهزوا فيهم. فواحدة من الأولياء أم تبعت ولدها يصيد في قطوس، بعد ما كمل الرحلة متاع صياد القطوس هزوا وماشي بيه لقاته يبيع فيه لشخص إيطالي في غرومبيليا من ولاية نابل. دونك الشخص هذا طلع عنده سيرك يوكل فيهم للأسد وين معاه هيت نعرفوا الحكاية وما فيها. من معتمد غرومبيليا طارق الهادي. سي طارق صباح الخير. صباح الخير. عايشك سي طارق الهادي. شنو حكاية اللي جاي من في القطاطس ب 5000 القطوس شي وكلهم للأسد؟ والله بالنسبة للخبر هذي أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش حتى علم به وما جيتنيش حتى تشكيات به، ودونك سمعتوا كان عندكم توما تو ان شاء الله اذا كان نتحريو في الموضوع، اذا كان فما حاجه كيما هكايه نزيدو نشوفوا شنو الاجراءات اللي نجمو ناخذوها. هو الاخبار سمعناه البارح في الليل والبارح اكتشفوا الموضوع، لكن سي طارق قبل كل شيء عندكم سيرك في غرومبيليا؟ موجود سيرك موجود في غرومبيليا من يوم 26 افريل الى يوم 12 ماي. واخبار القطاطس اللي الطلياني هذا اللي يشري في القطاطس للسيرك من عند الوليدات الصغار، تعتقدوا النجم يكون اشاعه مثلا؟ ينجم يكون، ونحن باش نتعاملوا مع الخبر هذا بجديه باش نشوفوا اذا كان فما حاجه ناخذوا اجراءات اللازمه، ما فماش حتى شك في هذا. واضح، واحنا اكيد معاكم مع مراسلنا منتصر ساسي نقعدوا في متابعه لبقيه التحريات في الموضوع. شكرا لك سي طارق الهادي معتمد غرومبيليا على تدخلكم معنا في الحكايه وما فيها. عايشك سلامة. تحياتي ان شاء الله نهارك زين. شكرا زينه. جديد مازال ما سمعش بيه دونك هو البارح ان شاء الله يكون فيك نيوز ان شاء الله تاكسيستيه لو يسمعوا فينا في غرومبيليا خاطر برشا تاكسيستيه هما اللي يعملوا السوداء هذه هي ويخدموا في صغيرات الصيد قطوس ب 5000 وقتلوا هي قتلوا يا مختار لا تنزل من فأنا صاعدة لا تنزل من علي كذا إني صاعدة إليك والله تعرف إيه هذاك علي يرحم فم لا تنزل من علي كذا إني صاعدة إليك من الجدل على أنت شكون قال لك المشكلة كل فك فك الفيل كونديكتور في الانفيلاج في النظم انت هو اللي تربط هذه وش فيهم توازينها توازينها من الجدل الفكري العميق بين هشام جعايت الى الثروة القطوسية القطوس بشكل الصيد ونعرفها زين كانت نجم تحكي مواضيع اخرى رو. وبالتالي لا تنزل انا اعتبرها مؤامرة مؤامرة اللي تات فيها المواضيع تو نحكي انا في هشام جعايت وكذا جات زينة بعد تحكي على التاكس لا تنزل عود للجملة لا تنزل من عليك من عليك فاني صعيدة إليك وباش نوصل كورونا سبور اكيد